مناسبة انت هتتفرج فين؟ في البيت ده ثلاثة؟ لا مش هتفرج عندك غير راديو؟ لا عندي راديو أربعة ان شاء الله هتفرج في الإذاعة. بس هي الفكرة ايه ان البرنامج عندي بيبتدي الساعة 4 يعني هتلحق لك عندي نص الشوط التاني طيب بس يعني ان شاء الله المهم نسعد بالنهاية والنتيجة. احنا بنحب دايما يعني طبعا اكيد الفوز لازم هيكون باذن الله اهلاوي لكن احنا بنحب نتوقع كده فتوقعات حضرتك ايه بقى النهارده كام؟ نقول 2-1 ان شاء الله 2-1 على فكره ممكن يعني 2-1 يعني والله لو اكتر من كده يبقى خير وبركه ربنا يصلح الحال. انا كمان اتوقع حاجه زي كده يعني ممكن اقول برده 2-1 او 2-0 عشان يبقى في اختلاف يبقى لذ بكتير. طيب